بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم بإذن الله لكتشار 3 حناخذ اللي هو الفيميل جنايتال سيستم. فبداية عندنا في اللي هو السايتوباثولوجي اللي هو علم أمراض الخلية، احنا حندرس اللي هو الجنايتال سيستم كإكزامبلز لأنه بنشوف اللي هو السايتوباثولوجي فيه. فقبل ما أنا أشوف اللي هو الباثولوجي اللي بيكون في الجينيتال سيستم بالنسبة للسيلز، سواء كان اللي هو الباثولوجي اللي هو مالجنانسيز أو كان انفلاماتري تشينجز، إحنا في البداية لازم نعرف اللي هو الستركشر تبع الجينيتال سيستم، وبعد كده نشوف الهيستولوجي والسايتولوجي، يعني نتعرف عليه بشكل طبيعي. كيف شكل الطبيعي؟ على أساس لما ندخل في الابنورماليتيز مالجنانسيز أو انفلاماتري تشينجز إحنا قد عرفنا الشكل الطبيعي كيف حيكون. فاليوم بإذن الله عندنا اللي هو النورمال هيستولوجي and cytology of female genital system. طيب في البداية حنشوف الأورجنز اللي بتكون لي الفيميل جينيتال سيستم، the organs. فيقول the female genital tract is composed of vulva, vagina, and the uterus, which includes cervix, fallopian tubes, and ovaries. يعني اللي بتكون إيش العضو؟ يتكون عندنا لو هنا هذا هو الجينيتال سيستم، يتكون عندي من اليوترس الرحم، الفالوبيان تيوب، بعد كذا الأوفاري ثنتين، عندنا بعد كذا حنروح إلى اللي هو السيرفكس اللي هو عنق الرحم، عنق الرحم بعد كذا حنقطع بالتفصيل، بعد كذا عندنا الفجاينة اللي هو المهبل، وآخر حاجة اللي هو من هنا الفيميل جينيتال تراكت من اللي هو الإكسترنال سيرفيس. فنجي في البداية حنتكلم عن كل جزء بالتفصيل. فنبدأ بالإيش؟ بالفولفا. فيقول the vulva is the region of external genitalia compromising the man's pubis, labia major and minor, clitoris, vestibule and urethral meatus. فقط بيشرح لي اللي هو الفيميل جينيتال من الخارج يتكون من إيه. فيقول إن عندنا هنا the labia major of the vulva aligned by keratinized stratified squamous epithelium which has a superficial layer of keratinized and enucleated cells. مهم عندي يا بنات بالنسبة لي اللي هو مادة السيتوباثولوجي إنه أنا أعرف في كل جزء من اللي هو الفيميل جينيتال تراكت إيش التايبس أوف تيشوز، تمام؟ فعندنا هنا في الميجر ليبيوم اللي هو يعتبر الجزء الخارجي من الجهاز التناسلي يبطن بإيش؟ مبطن باللي هو نسيج إبيثيلي حرش فيه طبقي في مادة الكيراتين، أوكي؟ لأنه إحنا نعرف مادة الكيراتين تكون في الأسطح الخارجية. فنقول lined مبطن by keratinizing stratified squamous epithelium، نسيج إبيثيلي حرش فيه طبقي في مادة الكيراتين. هذا النسيج اللي في مادة الكيراتين، بس هنا بنرجع لمادة الهيستولوجي، تمام؟ فيقول has a surface superficial layer، يعني هذا الطبقة الأخيرة، طبعًا إحنا عارفين لما اللي هو كيراتينايز الطبقة الأخيرة حتكون إيش؟ طبقة الكيراتين، وطبقة الكيراتين ما يكون فيها نيوكليس والسيتوبلازم يتحول إلى كولاجين، فنقول superficial layer of keratinized and enucleated cells، يعني الخلايا يكون ما فيها أنوية. فيقول this epithelium may also be found in certain pathological conditions، يقول هذا النسيج إحنا ممكن نلاقيه في حالات غير طبيعية. فين؟ في الفجاينة. الفجاينة أبداً هذا النسيج ما حيكون موجود فيه، ولكن لما يكون في abnormality في الفجاينة حنشوف هذا النوع من النسيج، لأنه كيراتينايز الحرش اللي فيه طبقة الكولاجين ما حيكون في الأسطح الداخلية في الجسم، بس يكون في الأسطح الخارجية. فلما يكون في الفجاينة هنا يعني في مشكلة abnormality، وممكن يكون في اليوتراين سيرفكس اللي هو في عنق الرحم and الاندوماتيريوم اللي هو بطانة الرحم. فيقول the labia minora of the vulva are lined by stratified non-keratinized epithelia. الميجر هنا قلنا الميجر هنا بطنة بكيراتينايزد stratified squamous epithelia، بينما اللي هو الماينورا تكون بإيش؟ by stratified non-keratinizing epithelia، يعني خلاص أصلا بمجرد ما أنه هو non-keratinizing إحنا هنعرف أنه squamous، تمام؟ لأن النسيج اللي حرش فيه السكويمس هو اللي عنده two types keratinized و non-keratinized. فهذه مرة مهمة. طيب نجي هنا للي هو الفجاينة المهبل، أوكي؟ فقول the vagina is tubular organ، يعني أنبوب
عضو أنبوبي extending from the uterine surface to the vulva تقريبا اللي هو 8 سنتيمتر long. يقول فجينا هو عضو أنبوبي يمتد من اللي هو عنق الرحم إلى اللي هو الفولفا اللي هو العضو الخارجي. The wall of vagina, جدار الفجينا consists of three layers. جدار الفجينا المهبل يتكون من ثلاثة طبقات. فنحتكلم عن الطبقات اللي هو الفجينا من الداخل إلى الخارج. يعني نبدأ الطبقات من هنا. نمشي من سوري من الخارج إلى الداخل. إلى من هنا نوصل التجويف هذا. فبيقول an outermost layer الطبقة الخارجية تعتبر connective tissue دائما وأبدا. يا بنات ركزوا معايا. ترتيب الأنسجة في الأعضاء. الأعضاء المجوفة أو في أي عضو هنا التجويف تمام وهذا السطح الخارجي فترتيب الأنسجة من الخارج إلى الداخل حيكون أول حاجة connective tissue نسيج ضام بعد كذا يكون نسيج عضلي اللي هو smooth muscle وبعد السموث muscle حنرجع مرة ثانية نقول connective tissue وبعد connective tissue حيكون epithelial tissue هذا هو ترتيب اللي هو الطبقات في أي عضو مجوف أول حاجة نسيج أول حاجة نسيج اللي هو connective tissue بعده يكون اللي هو smooth muscle بعد السموث muscle حنرجع نقول connective tissue وبعد connective tissue حتجي بطانة من الداخل اللي تعتبر نسيج إبيثيلي هذا هو ترتيبها فهنا يقول لنا اللي هو an outermost layer of connective tissue يعني الطبقة الخارجية حتكون connective tissue بعدها middle layer دائما اللي هي smooth muscle عضلات ملسة طبعا احنا نعرف السموث مسل تكون في الاعضاء الداخليه اللي ما بنتحكم فيها بارادتنا الانفلونتري اورجنز بعد كذا حتيجي الطبقه الثالثه ما احنا كنا حنرجع بعد كذا الى اللي بعد الطبقه العضليه اساسا تكون محاطه بكونكتيف تيشو فحتيجي طبقه من اللي هو الكونكتيف تيشو او نسيج الضام ايش حنسميها حيكون اسمها ميوكس ميمبرين اوف لامينا بروبريا لامينا بروبريا هي نسيج ضام بس نسميها لامينا بروبريا هذا النسيج الضام مبطن بماذا؟ lined by stratified non-keratinizing squamous epithelia which shows three distinct layers. فهنا بس بيقول لنا إنه الطبقة الداخلية حتكون هي نسيج ضام اسمها lamina propria وهذه lamina propria حتكون مبطنة باللي هو نسيج epithelia إيش نوع هذا النسيج الإبيثيلي ينحفظ اللي هو stratified non-keratinized لازم يكون non-keratinized لأنه أعضاء داخلية. سكويمس إبيثيليا وهذا السكويمس إبيثيليا ثلاثة طبقات فنجي هنا نشوفها في الرسمة عندنا من الخارج إلى الداخل من الخارج السموث مسل طبعا هنا حتكون في البداية كونكتيف تيشو بس ما ذكروها لنا بعد كذا هذه الطبقة شوفوها نسيج اللي هو عضلي سموث مسل وهذا هو شكل العضلة بعد السموث مسل حتجيني طبقة من الكونكتيف تيشو شوف هذه الكونكتيف تيشو اللي هنا اسمها لامينا أبروبريا اللامينا أبروبريا هذه حتكون مبطنة شوفوها مبطنة بنسيج إبيثيلي دائما دائما يا بنات نسيج الإبيثيلي أو الإبيثيليوم تيشو يفصل بيني وبين نسيج الضام اللي هو بيسمنت ممبرين تمام فالبيسمنت ممبرين درسناها احنا في الهيستولوجي هذا هو البيسمنت ممبرين الخط اللي هو الداكن الغامق هذا البيسمنت ممبرين وبعد كذا حتيجي شوفوا هنا هذه طبقات النسيج اللي هو السكويمس ستراتيفايد إبيثيلي هي مي واضحة هنا حتكون واضحة في الرسمة اللي تحت فشوفوا هنا هذه عندي هنا اللامينا بروبيا هذا هو البيسمنت ممبرين تمام بعد كذا حتجيني الطبقات تبع الاستراتيفايد سكويمس إبيثيلي شوفها طبقي نسيج طبقي واخر حاجه من هنا مو كيراتينايز طبقه عاديه فشوفها طبقات هنا كبرناها هنا مكبر الصوره واضح فمهم مهم ان اعرف اللي هو الهيستولوجيكال استراكشر اللي هو العضو مره مهم طيب نجي هنا بنشوف ما احنا قلنا انه النسيج الابيثيلي هذا يعتبر ثلاثة طبقات three distinct layers بنشوف الطبقات هذه المكونة للنسيج الإبيثيلي يعني هنا شوفوا بعد كذا حيكون اليومن اللي هو التجويف تبع اللي هو المهبل فحنيجي نشوف ثلاثة طبقات المكونة للنسيج الإبيثيلي اللي بيبطل لي المهبل فأول طبقة طبعا اللي تكون ملاصقة للعضلة شوفوا هنا هذا من هنا لهنا هذا تعتبر الليبيا تمام بعد كذا قلنا هذا هو البيسمنت ممبرين واضح هذا هو البيسمنت ممبرين فأول طبقة نسميها إيش نسميها بيزل and parabasal cell layer بيزل يعني طبق قاعدي تمام فيقول يوجولي واللاير البيزل الخلايا البيزل هي طبقة واحدة من الخلايا هي طبقة من الخلايا of small primitive cells resting on the basement membrane يقول طبقة من الخلايا اللي لسه يعني تكون
صغيرة أو لسه زي ما تقولوا بدائية، خلايا بدائية. One layer of cell of small primitive cells، خلايا بدائية صغيرة، resting on the basement membrane will show active growth. يقول هذه الخلايا يبان فيها أنها قاعدة تنمو، يعني في واضح لما تشوفها تحت الميكروسكوب فيها active growth. الactive growth إنه إيه، نتلاقي مثلا نيوكلس كبيرة، باين إنه العضيات بجلسة الكروماتين صاير فيه condensed، يعني بتنقسم. بعدها حتجي البارابيزل، البارابيزل يعني الخلايا المجاورة لها. فقد البارابيزل cell layer shows small cells with dense cytoplasm and relatively large nuclei lying 2 to 3 cells deep above the basal layer. يعني يكون عندي طبقة البيزل layer فقط طبقة واحدة من الخلايا، تمام؟ هنا طبقة واحدة من الخلايا، تكون هذه الخلايا small و primitive cells، تمام؟ بعد كذا حتجيني طبقتين، شوفوا هنا، من طبقتين إلى ثلاثة من الخلايا اللي نسميها البارابيزل cells. هذه الخلايا إيش خصائصها أو إيش صفاتها؟ إن هي تعتبر خلايا صغيرة small cells with dense cytoplasm and relatively large nuclei، والنواة تكون كبيرة. فيقول هي تكون above the basal layer. بعد هذه الطبقتين اللي هي سميناها البيزل and the parabasal cell layer حتجينا طبقة متوسطة اللي هي intermediate layer، تمام؟ حتجينا طبقة intermediate layer هنا. إيش هي intermediate layer؟ فيقول constitutes the bulk of epithelium and is several layers thick. يقول هي تشكل لي اللي هو طبقة النسيج الضام كله، يعني شوفوا هي تبدأ من هنا، شوفوا كأنها هنا هي bulk، يعني مجموعة constitutes the bulk of epithelium and is several layers، عدة طبقات thick. Cell are larger with the glycogen containing cytoplasm. يقول الخلايا تعتبر كبيرة والسيتوبلازم يكون فيه اللي هو جلايكوجين، وبرضو نعرف اللي هو نحفظ اللي هو كل نقطة في هذا السلايد. نيجي بعد كذا الطبقة الأخيرة اللي هي الطبقة السطحية superficial. السوبرفيشال لاير هي تقريبا من 3 إلى 6 طبقات of large loosely attached flattened or bilingual cells. احنا درسنا في الهيستولوجي انه النسيج الطبقي او الستراتيفايد تيشو يصنف بناء على ماذا؟ على الطبقة الأخيرة superficial layer على حسب شكلها. لو كان شكلها squamous حنقول إن هذا النسيج squamous، لو كانت columnar حنقول النسيج columnar، لو كانت اللي هو cuboidal حنقول النسيج cuboidal. فهنا لا، هذه الطبقة الخارجية حتكون squamous، وخصائص الخلايا squamous حتكون ماذا؟ اللي هو flattened، تكون بهذا الشكل flat or bilingual cells with اللي هو biconic nuclei. النيوكلاي تبعها ايش خصائصها؟ انها صارت دنس وبدات يعني تتكسر، لانه الطبقه الخارجيه خلاص يعني بتموت، طبقه خارجيه عشان تتكسر. فكلمه معنى كلمه بايكون اللي هو biconic nuclei معناها انه the nucleus become dense، النواه بتكون يعني كثيفه and compact and being two fragments، يعني تبدا انها تتكسر، يعني خلاص بتموت. فيقول cells are dead or dying، يعني كذا خلاص حتبدا تموت. فالخلايا هنا بيشرح ايش معنى biconic nuclei، انه cells are dead or dying، جالسه تموت، and constantly exsufflate from the surface، يعني الخلايا اللي في السيرفس يعني تبدا تتقشر، تمام؟ هي بتبدا تتقشر. ليه تبدا تتقشر؟ لان اصلا النواه يعني خلاص صارت dense compact وbegin to fragment، والخلايا بتموت وتبدا تخرج. عشان كذا قلنا loosely attached، خلايا مرتبطة بشكل لوز يعني مو ثابتة، والنيوكلاي تبعها هو بايكونيتيك، والسيلز ديد اور داينج يعني ميتة بتموت، وتبدأ بعد ذلك تتفكك اكسوفوليت فروم ذا سيرفيس. فالنقاط هذه كلها مرة مهمة. نيجي هنا بنشوف اللي هو اليوترس، الرحم، تمام؟ ايش مكونات؟ ايش الاستراكشر تبع اليوترس؟ فيقول يوترس از ا بير شيبد، شكله مثل بير اورجن with a broad part، هذا الجزء العريض broad part called the corpus and narrow part called the cervix. مرة يهمني السيرفكس، النارو سمى سيرفكس، هذا منطقة السيرفكس عنق الرحم، تمام؟ هذا هو عنق الرحم اللي هو السيرفكس. فيقول السيرفكس constitutes the lower one third of the uterus. يقول السيرفكس يعني يأخذ الثلث الأخير أو السفلي من اللي هو اليوترس. The uterus has single cavity. يقول اليوترس فقط فيه تجويف واحد which is broad and almost triangular at the top. يقول ثلاثي يعني هنا in the top. يقول فقط إنه الرحم يكون فيه تجويف اللي هو تجويف واحد، تمام؟ broad من هنا يكون أوسع and almost triangular اللي هو ثلاثي الشكل at the top
ويمكن نسميه الاندوماتيريال كافيتي، يعني هذا نسميه الاندوماتيريال كافيتي اللي هو تجويف بطانة الرحم. The cavity narrows to a tube within the cervix called endocervical canal. يعني في المنطقة هذه العريضة نسميه الاندوماتيريال كافيتي، تمام؟ ولما يضيق اللي هو تجويف الرحم من تحت، لما يضيق ويصير على شكل تيوب زي المنطقة اللي هذه صار ضيق على شكل تيوب نسميه الايش؟ الاندوسيرفيكال كانال، يعني قناة عنق الرحم الداخلية. اندو داخلي، سيرفيكال عنق، كانال قناة، قناة عنق الرحم الداخلية. وهنا من فوق نسميه ماذا؟ اندوماتيريال كافيتي اللي هو تجويف بطانة أو تجويف الرحم الداخلية. واضح؟ فهذه مرة مهمة. طيب نجي الآن للسيرفكس عنق الرحم. خلاص احنا تكلمنا الآن عن اللي هو اليوترس أو نسميها الاندوماتيريال كافيتي. نبغى نجي هنا الآن بنتكلم عن اللي هو اليوتراين سيرفكس اللي هو عنق الرحم. باقي احنا بنتكلم في اليوترس، هذا كله يوترس يتكون من سنجل كافيتي، والسنجل كافيتي يمتد لما نشكل لي اللي هو السيرفكس العنق، فنسميه يوتراين سيرفكس. فقد السيرفكس is composed، يعني السيرفكس هذا عنق الرحم يتكون من ايه؟ تركيب الهيستولوجي ايش هو؟ فيقول تكون من ايه؟ من فايبرو ماسكولار تيشو، نسيج عضلي ليفي، with fibrous tissue being the predominant component. يقول في أنسجة ليفية تعتبر هي الأنسجة المكونة لهذا العضو. It is divided into parts. عنق الرحم يتقسم إلى جزئين، جزء نسميه ectocervix والجزء الثاني نسميه endocervix. الإكتو هو جزء عنق الرحم اللي يفتح على الفجاينة، من اسمه إكتو يعني خارجي. فنقول the ectocervix the part of cervix which opens out in the vagina. وهذه حفظ نحفظها، إيش هو الإكتوسيرفكس وإيش هو الإندوسيرفكس. الإندوسيرفكس يقول the part of cervix located within endocervical canal. يقول أما الإندوسيرفكس هو الجزء اللي هنا اللي فوق اللي يكون موجود في رايح على فوق من في قناة اللي هو الإندوسيرفكال كانال، أو بداية تكون القناة تبع عنق الرحم لما يضيق عند الكافيتي تبع اليوترس. طيب نجي بعد كذا عندنا ما يسمى بالسيرفيكال جانكشنز، تقاطعات في عنق الرحم. ايش هي التقاطعات؟ عند التقاطع الاول نسميه الاكسترنال اورفيس، وعندي التقاطع الثاني اسمه الانترنال اورفيس. شوفوا الانترنال هنا من الداخل من اسمه انترنال، وهنا الايش سوري هنا الاكسترنال، وين الاكسترنال؟ فيقول الاكسترنال اورفيس اللي هو هذا the junction هو التقاطع of endocervix and vagina، تقاطع اللي هو العنق الرحم الداخلي مع الفجاينة، فقط وصف للمكان للوكيشن. أما الانترنال orifice هذا الانترنال اللي هنا الفتحة هذه والبوابة the junction of endocervix and endometrial endometrium، يعني تقاطع عنق الرحم مع إيش؟ مع اللي هو تجويف الرحم اللي هو الاندوماتيريال، لأن هذه منطقة كنا سميناها اندوماتيريال. فمرة مهم إني أحفظ كل حاجة في هذا السلايد. طيب نيجي بنشوف النسيج الإبيثيلي تبع السيرفكس. احنا ما احنا قلنا انه السيرفكس عبارة عن ايش؟ عبارة عن فايبروماسكولار تيشو، وغالبا حيكون فايبروس. طيب احنا نعرف كل عضو من اعضاء الجسم المجوفة لازم تكون مبطنة بنسيج إبيثيلي، فانا مرة يهمني اني اشوف نوع النسيج الإبيثيلي المكون للسيرفكس اللي عنق الرحم. سيرفكس إبيثيلي، فيقول there are two types of cervical epithelium، عندي نوعين من النسيج الإبيثيلي اللي بيبطل لي اللي هو عنق الرحم. النوع الأول اسمه non keratinizing stratified squamous epithelium، نفس نوع النسيج اللي درسناه اللي موجود في الليبيا ميجر اللي هو سوري في الليبيا ماينر، إنه non keratinizing لأنه عضو داخل الجسم، يعني مستحيل يكون في مادة كيراتين، فهو non keratinized stratified squamous epithelium نسيج إبيثيلي. Which lining the ectocervix؟ هذا شوف الاكتوسيرفيكس اللي هو عنق الرحم اللي يتصل أو يصير في جنكشن مع اللي هو الفجاينة مع المهبل، فحيكون نسيج حر شوفي طبقي ما في كيراتين نان كيراتينايز. شوفوا شكله، هذا البيسمنت ممبرين، تمام؟ هذا هو البيسمنت ممبرين، وهنا الخلايا شوفوا خلايا طبقية اللي هي الاستراتيفايد سكويمس، وهذه الطبقة اللي هنا اللي نعتبرها نان كيراتينايز سيلز. نيجي لي اللي هو النوع الثاني من النسيج الإبيثيلي اللي هو simple mucus secreting columnar epithelium، نسيج إبيثيلي simple طبقة واحدة، فنقول simple mucus secreting columnar epithelium، يعني نسيج إبيثيلي من طبقة واحدة، وخاصية هذا النسيج اللي هو يفرز mucus. وإحنا درسنا
في الهيستولوجي إنه الخلايا اللي بتفرز الميوكس هي الخلايا الكوليمينر العمودية، تمام؟ يكون في بينها قبلت سيلز، تمام؟ القبلت سيلز هي خلايا بتفرز المخاط، تمام؟ فيقول هنا سامبل ميوكس سكريتين كوليمينر إبيثيليا which lining تبطل لماذا الاندوسيرفكس. فهذا الاندوسيرفكس قلنا الاندوسيرفكس هي منطقة التقاء اللي هو الفجاينة، شوفوا هنا من الداخل الاندوسيرفكس الموجودة داخلية هنا في الاندوسيرفكال كانال part within the endocervical canal من الداخل. وإحنا عشان الإفرازات المهبلية من فين تجي؟ لما نجي في إفرازات في المهبل تجي من هذه المنطقة، أوكي؟ من اللي هو السمبل ميوكس سكريتين كوليمينار إبيثيليا which lining اللي هو الاندوسيرفكس. فعندنا اندوسيرفكس واكسوسيرفك ونوع الخلايا مختلفة في اللي هو التو بارت. طيب هنا بس بنشوف شكل الخلايا the normal cells. إحنا ما إحنا قلنا عندنا نسيج non-keratinizing stratified squamous epithelia اللي موجود في منطقة اللي هو الاكتوسيرفكس. طيب شكل هذه الخلايا كيف حيكون اللي هي non-keratinizing stratified squamous epithelia؟ طبعا إحنا قلنا نسيج عندنا superficial خلايا سطحية superficial هي هذه، هذه اللي في أي هذا شكل superficial. يعني لما أنت جيني عينة أو لمسحة من عنق الرحم الخارجي حشوف فيها هذه الخلايا، هذه الخلايا هي السوبرفيشال. أول ما أشوف هذه الخلايا الواحدة لونها بينك والواحدة لونها أزرق فاتح والنيوكلس هنا والسيتوبلازم كبير، هذه أعرف إن هي السوبرفيشال. ب أعرف إن الخلايا اللي جايتنا من الطبقة الانترميديت طبقة متوسطة، تمام؟ إحنا قلنا ثلاثة طبقات، هذه طبقة الانترميديت. وهنا سي هذه الخلايا اللي تكون من البارابيزل، البارابيزل ما إحنا قلنا نسيج الإبيثيلي في ثلاثة طبقات، هذه السوبرفيشال شكلها كذا، هذا الشكل اللي هو الانترميديت، هذا هو الشكل اللي هو البارابيزل. وهنا دي، هذا دي اللي هنا الميتابلاستيك سكويمس سيلز. ميتابلاستيك سكويمس سيلز هي خلايا حرشفية تغيرت تغير يعني مرضي، يعني تغيرت عن شكلها الطبيعي، تمام؟ هي خلايا سكويمس تغيرت أو هي كانت أساسا عمودية وتغيرت. فميتابلاستيك سكويمس سيلز يعني خلايا متغيرة سكويمس، تغير شكلها تغير غير طبيعي، حناخذها بعد ذلك في نهاية المحاضرة. طيب نجي لي اللي هو خلايا اللي هو السمبل كوليمينر إبيثيليا الموجودة في الاندوسيرفكس. سمبل كوليمينر يعني نسيج اللي هو طبقة واحدة من خلايا عمودية الشكل. فهذا شوفوا هنا لو تلاحظوا طبقة واحدة، طبقة واحدة كلها تقع على بيسمنت ممبرين وهذا النوكليس في مستويات مختلفة. فيقول the endocervical canal قناة عنق الرحم الداخلية is lined by a single layer of columnar cells. These cells are a source of a mucus. هذه مصدر، هي مصدر الميوكس that fills the endocervical canal. يقول هذا النسيج هو مصدر الميوكس اللي يعبي منطقة السيرفيكال كانال and creates mucus plug، وبيكون الميوكس plug. فهنا في هذه الرسمة endocervical cells mucus containing sheets، يعني عندي مثل الشيتس أو الورقة كذا كأنها ورقة وهي عبارة عن خلايا ممتلئة بإيش؟ بميوكس. عندنا هنا الاندوسيرفيكال سيلز جايت مثل ستريب الشريط، شوفوها مثل الشريط كلها تقف على البيسمنت ممبرين وخلايا واحدة. هنا عندي اندوسيرفيكال سيلز حنقول الايه اندوسيرفيكال سيلز هاني كومبينج شيتس، يعني مثل كأنه ورقة عسل يعني وخلية نحل، كأنه خلية نحل، تمام؟ سوري ايوه خلية عسل حق النحل، فهمتوا؟ بهذا الشكل هذه الاندوسيرفيكال هوني كومينج شيت. طيب نجي الآن يعني مهم في اللي هو السيتوباثولوجي لما أنا أدرس اللي هو الخلايا مهم أشوف اللي هو بعد كده حناخذها في كل محاضرة اللي هو الأبيرنس أوف سيتوبلازم، كيف شكل السيتوبلازم، الستركتشر أوف ذا نيوكليس شكل النواة وتركيبها، الشيب أوف النيوكليس، البوزيشن أوف النيوكليس، الشيب أوف سيلز، هذه كلها حندرسها في كل نوع من أنواع اللي هو أي كونديشن بيصير لنا سواء مالجنسي أو إنفلاماتري سيلز وجميع الحالات المرضية اللي بناخذها إحنا لأن بندرس الخلايا، التغيرات اللي بتصير على مستوى الخلية، فالتغيرات اللي بتكون على مستوى الخلية اللي هو على مستوى السيتوبلازم، على مستوى النواة، حجم شكل النواة، مكان النواة، شكل الخلية بصفة عامة، هذا اللي يميز لي اللي هو بين النورمال والأبنورمال، تمام؟ طيب فنجي هنا نشوف أول حاجة إحنا بنشوفها كشكل طبيعي، إحنا اليوم بندرس النورمال أبيرنس اللي هو الإبيثيليا تيشو تبع الفيميل جينيتال تراكت. فأول حاجة الأبيرنس أوف ذا سيتوبلازم، كيف شكل السيتوبلازم؟ فيقول يوجوالي إيريجولار
or may have definitive vacuoles. كل السيتوبلازم ممكن يكون غير منتظم أو فيه vacuoles. هذا شكل الخلايا الطبيعي بهذا الشكل. The structure of a nucleus, كيف شكل النواة؟ بيقول the chromatin is finely granular and thinly dispersed. يقول الكروماتين يكون حبيبات يعني منتشر. One or two prominent clumps of chromatin, ممكن نشوف clumps واحد أو اثنين. Single nucleoli are occasionally present. حنشوف نويات منفردة وحادية. شكل النيوكليس يقول round or oval. The position of a nucleus يقول eccentric. Eccentric يعني ما هو مو مكان معين. And well preserved cells. The shape of cells, كيف شكل الخلية؟ أوكي شفنا السيتوبلازم، شفنا اللي هو تركيب النيوكليس، شكل النيوكليس، the position of the nucleus. الآن شكل الخلية بالكامل. The shape of cells. فيقول اللي هو rectangular from side، يعني كأنها يبان شكلها rectangular لو نشوفها من جهة كأنها rectangular. Rounded if the clumps of cells are seen from the top view. يقول ونشوفها كأنها rounded لما نشوفها من فوق يعني منظر علوي. Relation between the nucleus and cellular border appear merged. يقول العلاقة ما بين النواة واللي هو حدود الخلية يعني النواة هنا وحدود الخلية يقول كأنها مدموجة مع بعض يعني ما كان في فرق يعني كأنه كله نواة. هذا هو الشكل الغريب. فهنا يقول into cervical cells يعني هذه خلايا من عنق الرحم الداخلي. هي عبارة عن شكلها إيش اللي هو نيكومبينج شيت اللي هو هذه كأنها خلية نحل and pair nuclei هنا نواة عارية كأن نواة عارية ما فيها سيتوبلازم يعني لأنه هنا قال لك حدودها مي باين relation between a nucleus and cellular border appear merged. فهنا يقول and pair nuclei in mucus في الأرو هيدز في هذه المنطقة. هنا بيقول nuclei are regular الأنوية منتظمة and visible in clolulus والنوية واضحة تمام. احنا هنا كأن كلنا ما نشوف الا نواه ترى هذه كلها نواه بالبنفسجي. فيقول فاينلي جرانولار اند ديفينلي ديسبيرسد كروماتين. الكروماتين حيكون على شكل حبيبات. طيب نجي الان لحاجه مهمه اسمها ايش؟ اسمها سكويموس كولومينر جانكشن. احنا ما احنا قلنا عنق الرحم الداخلي يكون فيه كولومينر سيلز تمام، عنق الرحم الخارجي يكون فيه سكويموس سيلز. منطقه التقاطع والالتقاء اللي هو الكولومينر اللي هنا مع السكويموس اللي هنا نسميها ايش؟ سكويموس كولومينر جانكشنز تمام؟ هي منطقة التقاطع الالتقاء جانكشن تقاطع. فيقول is the point at which non-keratinizing stratified squamous epithelia which lines the ectocervix and the simple columinar epithelia which lines the endocervix. هي منطقة اللي فيها يلتقون يعني الاندوسيرفكس خلايا الاندوسيرفكس بخلايا الاكتوسيرفكس. خلايا الاكتوسيرفكس هي نان كيراتينايزنج سكويموس وخلايا الاندوسيرفكس هي كوليمينر، فهذا نسميها الجنكشن تمام. فقول at different stages في مراحل مختلفة in women's life endocervics may be effort into the vagina. يقول في مراحل مختلفة من حياة المرأة سواء في مرحلة البلوغ، مرحلة المينيبوز، مرحلة فيقول طبقة الاندوسيرفكس هذه ممكن تخرج إلى الخارج في الفجاينة، يعني طبقة الكوليمينر هذه هنا طبقة الكوليمينر ما احنا قلنا هنا ممكن تنزل إلى اللي هو الفجاينة. الفجاينة إيش فيه؟ فيقول this led to exposure of columinar epithelia to the acidic vaginal environment. يقول هذا يجعل الخلايا الإبثيلية العمودية تتعرض للبيئة الحمضية الموجودة في المهبل. This caused destruction of columinar epithelia and eventually replaced by newly formed metaplastic squamous epithelia. في السلايد اللي قبل درسنا ما يسمى بالميتابلاستيك سكويموس إبيثيليا، قلت بعدين بشرح لكم إيش معناها هنا في هذه الرسمة. قلنا حنشوف اللي هو ميتابلاستيك سكويموس سيلز اللي هو في النان كيراتينايزنج ستراتيفايد إبيثيليا اللي موجودة في الإكتوسيرفكس، يعني النان كيراتينايزنج ستراتيفايد سكويموس إبيثيليا موجودة في الإكتوسيرفكس. لما ألاقي فيها ميتا بلاستيك سكويموس سيلز هذه معناته إيش؟ معناته إنه الخلايا اللي جاية من عنق الرحم الداخلي خرجت إلى الخارج، تعرضت للبيئة الحمضية في الفجاينة وأصبح تغير شكلها وصارت إيش اللي هو سكويموس ميتابليجيا. فيقول this cause هنا إحنا هنا فيقول this cause destruction تحطم للكوليمينر إبيثيليا and eventually replaced تستبدل by إيش by newly formed metaplastic squamous epithelia. حتستبدل حتصير شكلها حرشفي. This process is referred to squamous metaplasia. يقول هذه العملية نسميها squamous metaplasia يعني تغير الخلايا الكوليمينر إلى حرشفية أو التغير إلى الحرشفي تمام squamous. طيب يقول لنا هنا this newly area of cervix covered by squamous metaplasia is referred to as transformation zone. يقول هذه المنطقة الجديدة
اللي صارت نوع الخلايا فيها اسمها سكويمس ميتابليجيا نسميها ماذا؟ ترانسفورميشن زون، يعني منطقة متغيرة تحولت، منطقة متحولة ترانسفورميشن. اوكي، فجوديس نيولي اريا المنطقة الجديدة هذه من السيرفكس من عنق الرحم المغطاة بالسكويمس ميتابليجيا از ريفيرد تو از اللي هو ترانسفورميشن زون. طيب بنشوف هنا ايش هي الترانسفورميشن زون. فنقول squamous metaplasia and formation of the transformation zone، يعني بنشوف هذا الformation هذه كيف تكونت. بيقول before puberty قبل البلوغ the squamous columnar junction is situated at or near the external orifice. يقول قبل سن البلوغ شوفوا هنا في هذه الرسمة في مكان اللي هو منطقة الالتقاء، التقاء اللي هو السكويمس مع الكوليمينر تكون موجودة نير الإكسترنال أورفيس هنا قريبة. شوفها هنا، هنا بنات هذا هو عنق الرحم اللي هو السيرفكس كانال، وهنا اللي حنقول اللي هو الإكسترنال أورفيس. فالمنطقة هذه، هذه اللي هنا وهنا خلنا نحطها باللون الأخضر، هذه المنطقة دي حنسميها إيش؟ منطقة اللي هو الجنكشن. شوفوا كاتبين هنا أوريجينال سكويمس كوليمينر جنكشن، هذه هذه المنطقة الأساسية تمام. هذه هي الإكسترنال أورفيس، وهذه الخلايا هذه اللي هنا هي تعتبر السكويمس إبيثيليا. أوكي، خلينا نرجع نوضح لكم أكثر في هذه الرسمة. أنا عندي هنا هذا هو اللي إيش اللي هو السيرفكس عنق الرحم تمام. عنق الرحم هنا عندي الاكسترنال اللي هو هذا الاكسترنال اورفيس، والمنطقه اللي هنا منطقه التقاء اللي هو الاكتوسيرفكس بالاندوسيرفكس اللي هي حتكون الخلايا الاوريجينال سكويمس كوليمينر جنكشن، وهنا تعتبر عندي منطقه الاكتوسيرفكس اللي موجود فيها سكويمس ابيثيلي هذا الاكتوسيرفكس، وهنا الاندو في الداخل. فيقول before puberty the squamous columnar junction is situated at near the external اللي هو orifice. في سن البلوغ at puberty هنا تمام with increasing levels of ovarian hormones، يعني السبب سبب انه هذه المنطقة تطلع الى الخارج، يقول السبب ايش هو؟ increasing levels of ovarian hormones، زيادة الهرمونات اللي هو المبايض. the endometrium become bulkier causing the cervix to effort anatomically outward. يقول بطانة الرحم تبدأ ايش مرة يعني ثقيلة bulkier، وتسبب ماذا؟ إنه السيرفكس عنق الرحم يخرج إلى الخارج تمام؟ فهنا لو تلاحظوا بدأت المنطقة تتمدد، شوفوا تمددت من هنا إنه خرجت بطانة اللي هو عنق الرحم خرجت إلى الخارج، بمعنى البطانة المكونة لعنق الرحم من الداخل خرجت إلى منطقة الفجاين، فمنطقة اللي هو الأوريجينال سكويمس إبيثيليا امتدت راحت هنا بدأت تتحرك نزلت. يعني هي كانت هنا في هذه المنطقة، شوف هو بيتكلم عن الخط الأحمر بدأت يتغير مكانها. فيقول إيش حيصير؟ the endocervical epithelium يعني النسيج الإبيثيلي كان مبطن عنق الرحم الداخلي and the squamous columnar junction are now situated in the ectocervix. يقول الآن النسيج الإبيثيلي تبع عنق الرحم الداخلي وكذلك السكويمس columnar junction منطقة التقاء اللي هو السكويمس مع الجنكشن are now situated in the ectocervix. يقول الآن مكانها في الاكتوسيرفيكس. الاكتوسيرفيكس إيش هو؟ اللي هو the vaginal portion of the cervix اللي هو الجزء المهبلي من عنق الرحم. بعد كده حتتعرض لي اللي هو الأسيديك environment تبع الفجاينة. طيب عندنا هنا الميتابليجيا can also occur in response to physical injury, infection, inflammation and it's believed to be in a three-step process. يقول الميتابليجيا مو بس معناته انه خلايا بطانة الرحم اللي هو عنق الرحم الداخلي خرجت في الفجاينة وتعرضت للأسيدك environment، لا ممكن يكون بسبب ماذا؟ بسبب physical injury إصابة فيزيائية أو عدوى infection أو inflammation التهاب، وبتتم عملية الميتابليجيا في ثلاثة خطوات. يعني هنا الآن بنتكلم كيف الخلايا تتحول من اللي هو كوليمينر سيلز إلى اللي هو سكويمس تمام؟ نقولها بالخطوات. فأول خطوة اللي هو ريزيرف سيلز هايبربليجيا، الخلايا هذه حيصير فيها هايبربليجيا اللي هي خلايا العمودية، احنا بنتكلم هنا عن أول مربع هنا هتشوفوها خلايا عمودية بيصير فيها هايبربليجيا يعني تبدأ تزداد. فيقول حيصير عندي بروليفريشن يعني تكاثر وزيادة of reserve cells lining between endocervic cells and basement membrane. شوفوا هين البيسمنت membrane تمام؟ فيقول الخلايا ما بين البيسمنت ممبرين
والإنتو سيرفكسلز يعني الخلايا المبطنة للإنتو سيرفكس الآخر طبقة في بينها خلايا، هذه الخلايا تبدأ تتكاثر. شوفوا هنا يقول تبدأ تتكاثر proliferate of reserve cells lying between endocervical cells and basement membrane. إحنا نعرف النسيج الإبيثيلي دائما إنه يكون عندي اللي هو خلايا تقف على البيسمنت ممبرين، بعدين الخلايا النوع الثاني. بعد كذا حيتكون عندي ما يسمى بالإيماتشور سكويمس ميتابليجيا، يعني خلايا حر شفية حتتكون عندي ولكن غير ناضجة. شوفها في هذه الطبقة، يعني لما صار عندي بلورفليشن ولما جلست تتكاثر تكاثرت أعطتني ماذا؟ أعطتني خلايا حر شفية غير ناضجة، تمام؟ لما صار فيها بلورفليت هنا. فقلت small immature reserve cells، الخلايا الغير ناضجة اللي هي اللي هو الريزيرف سيلز هذه اللي بدأت تتكاثر، صار اسمها إيماتشور سكويمس ميتابليجيا. فقول the small immature reserve cells enlarge and go through series of a change، وتبدأ تكبر وتصير في وتمر بعدة مراحل أو عدة تغيرات وسلسلة من التغيرات. acquiring more abundant cytoplasm، يقول تبدأ يعني يعني يكون فيها cytoplasm كثير. they directly grow underneath the native columnar epithelia which eventually slough off، يقول تبدأ تنمو خلايا تحت النسيج العمودي الكوليمينر، هذا النسيج الكوليمينر تنمو تحته خلايا كثيرة على شكل خلايا حر شفية. لما كده في الأخير الكوليمينر إبثيلة خلاص يعني يصير لها سلف أوف، يعني تخرج تتقشر أو تطيح أو تموت. يقول acquiring more abundant cytoplasm they directly grow underneath the اللي هو native columnar epithelium which eventually slough off، يعني من اللي يطلع في النهاية يخرج اللي هو النسيج العمودي، صار في عندي في النهاية اللي هو نسيج حر شفي اللي هو هذه الرسمة. فيقول mature squamous metaplasia، الآن metaplasia بتصير mature ناضجة. فيقول cells become larger، حتبدأ أكبر as maturation proceed and ultimately resemble the native stratified squamous epithelia. يقول إنه هذا المتشور حتستمر لما تصبح في النهاية تشبه ماذا؟ resemble اللي هو native stratified squamous epithelia، بس وتصير تشبه في النهاية النسيج الطبقي الحر شفي. هذا خطوات مهمة إني أعرف إنه أول حاجة يكون عندي reserve cells، reserve cells إيش حيصير فيها، المتشور إيش بيصير، الإمتشور وهنا المتشور في النهاية. طيب نجي هنا بالنسبة لي، فهنا يقول لنا هنا متشور، هنا شكل هنا خلاص في النهاية، يعني لما أشوف في سلايد هذا النوع من الخلايا لما أشوفه أعرف إن هو إيش متشور سكويمس ميتابليجيا، يعني خلايا حر شفية متغيرة. أساساً هي ما كانت سكويمس، هي كانت كوليمينر، فخلايا متغيرة لسكويمس. طيب نجي هنا فيقول لنا the area of cervix covered by squamous metaplasia is referred to اللي هو transformation zone، يعني أي منطقة في الفجاينة تكون مغطاة بهذا النوع من الخلايا نسميها transformation zone، يعني منطقة متغيرة في الشكل. therefore the transformation zone is best defined as the area between original squamous columnar junction and the new squamous columnar junction. يقول المنطقة هذه تعتبر هي المنطقة الفاصلة ما بين squamous columnar junction and the new اللي هو squamous columnar junction. أو تلاحظوا لو نرجع للرسمة اللي هنا، هذه المنطقة اللي هنا هي منطقة التقاء اللي هو السكويمس مع اللي هو الكوليمينر، تمام؟ جينا في هذه المنطقة اللي هنا بدأت هذه تتحرك تنزل إلى تحت، شوفوا هي كانت من هنا فوق، هنا بدأت نزلت وصارت هنا. المنطقة هذه اللي بحطها بالأحمر هذه المنطقة اللي هنا، هذه منطقة اللي هو السكويمس ميتابليجيا، أوكي؟ فالميتابليجيا حتيجي هنا وهذا بدأ يتحرك. فأنا لما هذه المنطقة الجديدة هي تعتبر المنطقة الفاصلة ما بين، وهنا حيصير منطقة جديدة اللي هي منطقة الالتقاء، فهي تعتبر المنطقة الجديدة بين الأوريجينال والنيو. شوف هنا، هنا صارت نيو، هذه منطقة نيو، هنا تبقى زي ما هي منطقة جديدة، منطقة التقاء اللي هو السكويمس باللي هو الكوليمينر، وبعدها حتيجي منطقة الترانسفورميشن زون بعدها على طول، وهنا حتعتبر الأوريجينال اللي أول، فهي تعتبر بينها، تمام؟ يعني هو باختصار إنه فقط النسيج يتحرك، كل واحد يجي مكان الثاني. الأوريجينال كانت في البداية هنا فوق، نزلت صارت هنا اللي هو منطقة السكويمس، شوفوا هنا ترانسفورميشن، وصارت هنا المنطقة اللي هنا الأوريجينال، صارت هنا في هذه المنطقة الأوريجينال هنا تحركت، وهنا بقي عندي اللي هو النيو، النيو جنكشن، بعد ما كانت أوريجينال صارت النيو، مكان الالتقاء الجديد يعني.
لأن القديم نزل إلى تحت. شوفوا القديم صار هنا تحرك، تحرك ليوصل هذه المنطقة. القديم تحرك إلى هنا اللي هو الأورجينال، وهنا النيو الترانسفورميشن زون في هذه المنطقة، والنيو أريا شوفوا هنا، فهي بدأت تنزل يعني الخلايا، كل واحد كل نسيج يجي مكان اللي قبله. فيقول لنا هنا إنه the area of surface covered by squamous metaplasia is referred as the transformation zone. Therefore, the transformation zone is best defined as the area between original squamous columnar junction and the new columnar junction. The cells from this process is referred to metaplastic cells. يقول الخلايا اللي الناتجة من هذه العملية نسميها metaplastic cells، يعني خلايا متغيرة. The presence of metaplastic cells on a pap smear is dependent on the anatomical location of the squamous columnar junction and the sampling. يقول وجود متى نلاقي metaplastic cells في العينة تبع الباب السمير، يقول تعتمد على ماذا؟ على اللي هو المكان التشريحي للسكويموس كولومينار جانكشن اند سامبلينج، يعني طريقة أخذ العينة من فين. تمام، احنا أخذنا العينة من فين، هو تعتمد عليها، يعني هي تكون في عمق الرحم الخارجي. في the presence of metaplastic cells is dependent on the anatomical location اللي هو المكان التشريحي للسكويموس كولومينار جانكشن اند اللي هو السامبلينج. طيب، the area of squamous metaplasia at the transformation zone is considered to less stable than native squamous epithelia. يقول ها الخلايا هذه المتحولة اللي في منطقة transformation zone هي تعتبر أقل استقرارا من الخلايا الحرشفية الأساسية الموجودة في عنق الرحم الخارجي. تمام، يقول and this area where the most cervical abnormality arises. يقول هذه المنطقة بما أنه سبحان الله هذه المنطقة بيكون فيها خلايا حرشفية متغيرة، فالخلايا هذه الحرشفية المتغيرة حتكون أقل استقرار، وبالتالي حتكون معرضة للأمراض. عرفتوا؟ هذا هو السبب. فقول the area of squamous metaplasia at the transformation zone is considered to less stable، هي تعتبر less stable than the native اللي هو squamous epithelia، يعني أقل من اللي هو نسيج الحرشفي الأساسي. فقول and this area، يعني هنا مرة مهمة المعلومة هذه، and this area where most cervical abnormalities arise، يعني المشاكل اللي بتصير في عنق الرحم تصير في هذه المنطقة. عشان كذا مهم أنا لما أخذ عينة من المريضة أو بعمل سكرينينج لازم أتأكد إنه أنا ما أخذ عينة من منطقة اللي هو الترانسفورميشن زون أو منطقة اللي هو الميتابلاستيك أريا. فيقول it is important for a smear to have cells from اللي هو الترانسفورميشن زون، مرة مهم إني أخذ من الترانسفورميشن زون، هل على أساس أشوف هل هي طبيعية، هل فيها abnormalities arise أو لا. فيقول as an indicator that the zone has been sampled، عشان أتأكد إنه العينة هذه أخذنا منها خلايا، لأنه هي المنطقة اللي بيكون فيها خلل، لو بيصير ينشأ عندي مرض ينشأ من هذه المنطقة، فأنا لازم أتأكد إنه أنا أخذت خلايا من هذه المنطقة، لازم أتأكد، لازم العينة تكون فيها خلايا ميتابلاستيك سيلز، والميتابلاستيك سيلز يكون أنا عارفة شكلها الطبيعي كيف. طيب، كذا وصلنا نهاية المحاضرة، بالتوفيق لكم جميعا. أي سؤال أي حاجة تقدروا تسألوني في اللي هو البلاك بورد وقت السيشن تبع المحاضرة، أو ترسلوا لي إيميل. وبالتوفيق لكم جميعا، في أمان الله.